وفرحت سارة مثلما فرحت هاجر بإسماعيل، ولكن الذي لم ندركه جميعا هو كيف حدثت هذه المعجزة لإبراهيم في هذه السن. نعم، كيف حدثت هذه المعجزة؟ كيف؟ الدعاء يا أبنائي، الدعاء. نعم، ألم تسمع قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ إن الله قد يتقبل الدعاء في وقته، وقد يؤجله قليلا إلى يوم القيامة لينال المسلم أجرا عظيما. نعم، فلقد دعا خليل الله وقال: رب هب لي من الصالحين. ولا يمكن إنكار ما فعلته السيدة سارة. جزاك الله خيرا يا مولاتي سارة على كل هذه التضحية. إن ما فعلته سارة من تضحية إذ وهبت هاجر وهي خادمتها لإبراهيم عليه السلام، عسى الله أن يرزقه منها الولد، إذ كانت عقيما لا تلد. فضربت سارة مثلا في التضحية والحب الحقيقي والطاعة لله عز وجل. هكذا يحب نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل. انظر، إنه يحمله في الهواء وإسماعيل يضحك وتجلجل ضحكاته قلب إبراهيم الأب. هكذا يركب إسماعيل على ظهر والده خليل الله. ما أجملك من نبي، وما أجملك من أب يعشق ولده. لقد رزقه الله إياه بعد طول انتظار. اللهم اصلح له في ذريته، واحفظ إسماعيل لإبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمي، يا أمي، لقد ولدت السيدة هاجر ابنا لخليل الله إبراهيم. لقد أطعمه الله وسقاه ولم يرد دعاءه ولم يخذله. أمي، سأنزل الآن إلى السوق لأدعو الناس لدين الله، فإذا هاجمني أحد أو مت فلا تحزني يا أمي. يا يوحى، اذهب فلن يضيعك الله، ولا تخش في الله لومة لائم. ونزل الوحي يأمر إبراهيم بالهجرة على أن يأخذ إسماعيل وهاجر معه. وها هو سيدنا إبراهيم يخبر السيدة سارة بأنه سيرحل مع هاجر وإسماعيل. تقول سارة: هل ستتركني؟ يقول إبراهيم: لا، سوف أعود. متى؟ قريبا إن شاء الله. وهكذا ملأ الحزن قلب سارة التي ستفارق زوجها خليل الله، وتفارق حبيبها إسماعيل، والذي قد أتم فطامه بين ذراعيها، وهي كأمه هاجر أحبته وتعلقت به. سيدتي سارة، ما هذا الحزن العميق الذي يبدو على ملامحك الجميلة؟ تقول سارة: لم أتعود فراق إبراهيم، فكيف وقد أخذ معه إسماعيل بعد أن تعلق به قلبي وتعودت عيناي على رعايته؟
لابد أن الله أراد خيراً بهذه الهجرة المباركة، فكل حركات وسكنات الأنبياء خير من عند الله. فاصبري واحتسبي يا مولاتي. اقترب اقترب، أفضل أنواع القماش عندي أنا. اقترب إلى بضاعتي إلياجور. أيها الناس، أيها الناس، اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله الواحد الأحد الفرد الصمد خالق الحب والنوى محيي الموتى الذي خلقكم من ماء مهين. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أيها الناس، أيها الناس. إلى ماذا تدعون يا يوحى؟ إلى ماذا تدعون يا يوحى؟ أدعوكم إلى ترك عبادة الأصنام. نترك عبادة الأصنام. إلى ترك عبادة الكواكب، إلى تحطيم التماثيل والآلهة. ولتعلموا أنه لا إله إلا الله، وأن إبراهيم نبي الله. لا إله إلا الله، وأن إبراهيم نبي الله. ماذا تقول يا أحمق؟ لقد أفسدت علي تجارتي. إنه كاذب فلا تصدقوه، إنه مجنون فلا تقعدوا معه. انظروا يا أبنائي إلى قوة إيمان إبراهيم في كل ما حدثتكم عنه وثقته بالله تعالى. أتذكرون محنة النار وكيف كانت بردا وسلاما على إبراهيم؟ ومحنة سارة مع فرعون، ومحنة لوط مع سدوم، ومحنة إبراهيم مع أبيه آزر وأخويه، ومحنة عقم سارة. يا الله، محن واختبارات كثيرة مر بها الخليل. الإنسان في حاجة دائمة إلى العبودية لله، ولكن الضلال والهدى بيد الله تعالى. فمن الملوك من نزل عن عرشه واهتدى وسمع لإبراهيم ودعوته، مع أن من أهله من كفر بدعوته. وأين ذهب إبراهيم بعد ميلاد إسماعيل عليه السلام؟ أمر الله إبراهيم بأن يهاجر إلى الجنوب بدعوته لينشرها بين الناس حيث بلاد الحجاز. ويا لها من أحداث عظيمة تنتظر هذه البقعة المباركة. ولقد علمت سارة بنبأ هجرة خليل الله إلى الجنوب، وأخذت تبكي حزنا وألما. وأخذت هاجر تبكي مثلها. وليس لإبراهيم إرادة بعد إرادة الله تعالى. سيذهب إبراهيم إلى بقعة مباركة من الأرض ليبدأ رحلة جديدة في مواجهة الكافرين وإقامة الحجة عليهم. لم يكن أمام خليل الله أي اختيار، فإنه الله لا مبدل لحكمه. وترك إبراهيم زوجته سارة في البلد الذي ولد فيه إسماعيل، وترك لها الأموال والخدم، ولكنه تركها
والحزن يعتصر قلبها على فراق زوجها وفراق إسماعيل الذي تعلق قلبها به، وأيضاً على فراق هاجر. كيف تتركون خليل الله وابنه وزوجته هاجر يرحلون وحدهم؟ إنه أمر إلهي، والله حافظهم، والله خير الحافظين. ومن يدري، لعل في هذه الرحلة المباركة ما يغير شكل الحياة على وجه الأرض. هوني عليك يا مولاتي سارة وكفاك دموعا. ما أصعب أن تفارق المرأة زوجها، فما بالنا وقد فارقت نبي الله إبراهيم. وظلت سارة تتذكر كل ما كان بينها وبين إسماعيل الذي ولد بين يدي رعايتها. ووقف لوط وسط قومه ينصحهم أن يا قوم اتقوا الله الذي أنتم إليه راجعون والذي أنتم إليه تحشرون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. لقد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يقول لوط: يا قوم كفوا عن هذه الكبائر والمعاصي التي تفعلونها ليل نهار، واتقوا ربكم يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وماذا تريدنا أن نفعل؟ يقول لوط: يا قوم كفوا عن الفاحشة التي ما سبقكم بها أحد من العالمين، إنكم لتأتون الذكور وتقطعون الرحم وتسرقون. وأمرهم ألا يفسدوا في الأرض بعد إصلاح. إنك تعلم أننا لن نفعل ما تقول، فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين. فأيقن لوط أن عذاب الله آت لا محالة بعد أن عميت أبصارهم وصمت آذانهم عن سماع الحق. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرُ، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.